سمي النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم إن جيسون وزبيدنا بلي محمد. يعني يحمده أهل السماوات وأهل الأرض. إلى محمد بديكي بنزبيدان لسيل بريزلي بنزبيدان لاتيروسي بريزلي. يعني أفعاله كلها محمودة جميلة. نعم. لا يفعل شيء مذموم. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم تصب بناكشن كيف بناكشن كي نوب كي ديزيرف سا يديزيرف سا بريز ديبي زابيتان السيل ابي زابيتان لاتير. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم واسم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة أحمد عليه الصلاة والسلام. اي نوبو في محمد صلى الله عليه وسلم كي التوراة إن أبلي سي أحمد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من حمد الله سبحانه وتعالى وهو أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام. أقولك بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم سألو أحمد يجوين جمون كي ينبوكو بريز والله سبحانه وتعالى أبوزا يباري من سيبيتي كي ندو الله ولقب النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب منها كان يقول عنه الصادق لأنه يصدق ولا يكذب قبل النبوة صادق أقول الرسول صلى الله عليه وسلم يجي من تطفول et pas de cause menti même avant qu'il vienne prophète. ولهذا قال ملك الحبشة عندما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يكذب؟ قالوا لا يكذب. قال لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، ما يمكن. نعم. نعم. ها؟ هرقل. نعم. ملك الحبشة. ملك الحبشة هرقل. نعم. هرقل. نعم. C'est pour ça que les temps de Soufiane qui dans Byzantine Empire il régulait ce demande. Il demandait certaines questions à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il demandait si cause et cause menti. يقول انه سأل ابو سفيان هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمعتم منه كذبا؟ قال لا. قال إذن يقول هرقل يقول لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، هو صادق في النبوة صادق في رسالته. وهرقل كان من النصارى. نعم. ولقب بالأمين لأنهم كفار مكة كانوا يأتمن النبي صلى الله عليه وسلم، يضعوا أموالهم عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد أن حاربوه وأرادوا قتله عليه الصلاة والسلام. يكنى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، كنية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكبر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور القاسم، وكان يكنى بأبي القاسم عليه الصلاة والسلام، هو أبو القاسم. نعم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم son cognat le tigiri أبو القاسم. أبو القاسم ça ils sont plus grand نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بالحق. نعم، يقضي بالحق، يقسم بالحق عليه الصلاة والسلام. نعم. لا